نحن الآن في دبي في بث حي ومباشر، كل شيء جاهز من أجل مباراة كبيرة وتنافس قوي بين الفريقين على أرضية الملعب. مع انطلاقة الشوط الأول، نستكمل مجريات هذه المباراة. ما زالوا يبحثون عن التعادل. فرصة خطيرة. Thank you.
نستهدف المباراة على نتيجة 2-0. عودة للمباراة مع ركلة البداية بعد في 30 ثانية.